منى أبو سليمان في المواجهة. في سؤال المواجهة إحنا نطرح سؤال جريء ونبغى منك إجابة صريحة. جاهزة؟ جاهزة. تقولي أنا لست إعلامية وتجربتي في تقديم البرنامج لا يعطيني هذا اللقب. صح، أنا من إعلامية، أنا قدمت كلام نواهم وكان برنامج جدا جيد وتعلمت عن الإعلام، لكن الإعلامية إنسانة تطلع من برنامج تدخل البرنامج، هذه هي حياتها، حياتها بتكون عن البرامج. أنا سويت برنامج واحد فما أعتبر نفسي إعلامية، أعتبر نفسي أني كنت أقدم نموذج للمرأة السعودية العربية المسلمة اللي ما كان موجود قبل كده، وعشان كده أنا دخلت، ولما صار هذا النموذج موجود ما صار في أي احتياج أن يكون موجود أو طلعت.